صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. في البحرين هناك صورتان، صورة واقعية يعيشها كل مواطن بحريني، وصورة غير واقعية توجد في الإعلام فقط وعلى أوراق الصحف. الصورة الواقعية هي ما نريد أن نتكلم عنها ونتحدث عنه. الصورة الواقعية في البحرين هناك شعب حر أبي واع عزيز يريد أن يحقق الكرامة والعزة لكل أصل، لكل من سكن هذه الأرض، لكل من استوطن هذه الأرض، لكل من حمل اسم البحرين. اقتصادي